تفضلي معنا. تفضلي معنا. السلام عليكم. بقات في هاد المرحومه الله يرحمها ويوسع عليها، والاجر هو هذاك الله مقصر لها بحبه. انا من واحد الناحيه على حساب هاد السيد دكتور كامير، راني فاتحه عنده لبنتي والبنت والاختي، الله يعمر لي الدار. انا ما نكذبش على الله، ربي فوق مني. انا فاتحه عنده اختي هي ولات تبارك الله عندها عمر، وما عمرنا ما شفنا فيه شي حاجه قيمه. دكتور كيتعاون الله يعمرها له. والاجال الانسان ما يحكمش على الاجال، الاجال جا من عند الله. ولكن كاع الناس كيقولوا ان كيقول 1000 درهم ما 1000 درهم. اخويا انا الله اعلم، انا ما سمعت لا 1000 درهم لا 2000 درهم. حدي جت عند اختي عطاني 15 يوم، مشيت عنده للعياده، كاينه عنده في فوق من السبيطار، مشيت عند العياده دوزت ليها، عطاني ندير شي تحاليل درتهم لها، حيت اختي والده جوج فتحات. مني جيت عنده الحمد لله والشكر لله، راه ولدي عنده عام ونص. دابا انت اللي عيطتي لينا وقلتي لنا ودي غنحكي لكم الحقيقه، حشنا عندنا الراي والراي الاخر. بقى فيا الحال كندخل فيسبوك حتى كنسمع فيها الدكتور كامل، وبقى فيا الحال وجيت كنجري عيطت على الاصدقاء ديالي. واش من تلقاء نفسك ولا دفعك شي حد لهاد الشهاده؟ سيدي انا الشهاده راه تحاسبي امام الله عز وجل. شوف قد امام الله نودي الحقوق. انا هاد السيد ما كنعرف لا عائلته لا فين ساكن لا حتى حاجه، انا كنيتي جهه وجهه. مني سمعت عيطت على الاصدقاء ديالي كاع اللي والدين، حيت كلشي كنشكروه. ها واحد السيده هي جتني بنتها، ها هي شناها معنا ما بغاتش تبان، جت بنتها وربي شاهد عليها هي تقريبا عنقها. الدري تبارك الله عنده 3 سنين، يعني دكتور ما شاء الله. ولكن هاد الزوبعه اللي دارت في المغرب كامل، انتوما جايين تشاهدوا، كتشاهدي اليوم بناء على الطلب ديالك. انت اللي عيطتي لينا باش نصوروا معاك اليوم. انا اللي عيطت حيت انا ديجا كان واقع لخويا الله يرحمه حتى هو نفس الشيء، الله يرحمه ويوسع عليه. مني شفت هاد النداء ديال هاد الدكتور ما نكذبش عليه، بقى فيا الحال. هو السيد الله يرحمه ويوسع عليه مكتب عليها، ما الله اللي مكتب ماشي حنا، فهمتي ولا لا؟ وهذا الشيء هو. واش فيت عندك معاه شي تجارب؟ جبتوا لي شي ناس طلب منكم شي حاجه؟ لا لا، هذه راه امانه، هادشي راه شهاده. حنا راه مثلا ربي بغيتينا ندوز التليفون وتهضر معاك، ما عنديش مشكل. انا اختي جتها لي، ربي شاهد عليا، جت لي اختي وبنتي وبنت اختي، حتى بنت اختي هي كاينه، وربي شاهد عليا كل واحد غادي يتخلص. هذه شهاده على جيت كنجري. انت لحيتي حيت في الاول قبل ما نصوروا معاك لحيتي وحاولنا نقنعوك، ولكن انت قلتي لا راه غادي ندير الشهاده ديالي. حنا عندنا الراي والراي الاخر. شوف انا عندي ندير مع شهاده في اي بلاصه، ما عنديش اشكال. دابا عليك عيطت على الناس اللي هما الناس عيطت عليهم، قال لي ماشي مشكل داك السيد العمر هذا. هاك اختي شري فيا، واش هاد الشهاده بغيتي تقوليها ولا حيت وقع المشكل ولا؟ لا لا، هاد الشهاده بغينا نقولوها بلا تفات لي على هاد المشكل. الله يرحمها ويوسع عليها، ولكن هذا الشيء اللي تقال على هذا الطبيب لا يعقل، لان هذا الطبيب وراجلها كيقول طونسيو، كيقول انا ما نديش طونسيو. انا سمعت فعلا راه الطونسيو كيقسم، كيقسم حتى التغذيه الطونسيو. هذا السيد المعامله ديالو مع الناس مزيان، راه النص ديال السيد عثمان والد عنده بلا ريال لا جدريال. ولكن الناس كيقولوا 1000 درهم. لا ما كايناش 1000 درهم. اي دومين فيه الاعداد، اي دومين، اي دومين كتبقى الاعداء الاولى. هاد السيد لان الشهره ديالو تشهر بغاو يحطموا هاد السيد، هذا هو السبب الرئيسي على الدولي بحال هكا. اما السيد في التعب والله يعمرها دار، كتمشي كتقول ليه انا مثلا ما عنديش الدواء منين لما تفتح، هو كيتكلف كيعطي الدواء زون تيبيوتيك كيعطيها كلشي. هاد الشيء اللي تقال على هاد السيد راه منكر، منكر. شهادة لله، هاد السيد انا ولدت عنده بنتي وربع ايام وهي ناعسه تما 3 ايام. الشهاده راه تحاسبي على امام الله عز وجل. تحاسب على 3 ايام وبنتي ناعسه تما، هي ما خدا عندي حتى ريال. وبالعكس هو عاوني، حيت انا شويه ظروفي كانت شويه ماشي تالي، هو عاوني على الدغيا. واش هاد الشهاده دفعكم لها شي حد ولا انتم من تلقاء نفسكم؟ لا حتى شي واحد هاد الشهاده من تلقاء نفسي. كنشهد بان هاد السيد نزيه والنزاهه. عطيني السيدة الأخرى هي ما غتبانش، ولكن السلام عليكم. حتى حنا اليوم ما كنديرو الإشارة لتا واحد، حنا اليوم جينا باش بناء على الطلب ديالكم والتعيط ديالكم، ماشي مرة ماشي جوج.
شنو كتقولوا في حق الدكتور؟ قلنا الحقيقه حيت الشهاده راه ما ولكن هاد الناس يقولوا ان راه الا بغيتي تدخل عنده خصك تعطي 1000 درهم الاخت ما بغيتيش تباني وجهك هذاك مشكل ديالك انت اش كتقولي في هاد الشهاده اللي الناس كيقولوا ان 1000 درهم يلا شكرا لك شي تاع كلمة أخيرة شنو تقدري تقول؟ الكلمة الأخيرة كنقول لهاد الناس الله يرحم هاد البنية وسع على هاد القبور والمكتب يجي من عند الله سبحانه وتعالى.